السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، كيف الحال؟ عساكم طيبين مبسوطين مستانسين. أخوكم ركان وقناتكم جيمز ابن هنتر من حلقة جديدة وجيم بلاي جديد، الحلقة 16. نكمل مشوار يا حلوين. المفروض في بث اليوم بس حقيقة أنا شغلت، فقلت خلنا أصور حلقة 16 ونزلها على الأقل، ما أنا داعي أسحب الجمهور. أمس أعتذر أيضا، كنت مشغول. باختصار كنت مشغول، بنام واصحى واصحى بدري الفجر يعني عشان يكون عندي موعد، عندي موعد تطعيم الجرعة الثانية. فالحمد لله على سلامتي. اوكي، اشكر لكم يعني احساسكم المتبادل. الحمد لله صرنا محصنين بحفظ الله ورعايته اكيد، يعني هذه ما هي الا اسباب. وان شاء الله الله يكفينا شر الكورونا ذا وينتهي ونرجع لحياتنا الطبيعية. ويا حلوين نكمل مشوار. سيرف كارثج يا حلوة، عن طريق انك تجين هنا بسرعة. طبعا انا سويت تحركات خلف الكواليس قبل ما ابدأ بدقيقة واحدة، بس سويت حركة واحدة اني قدمت الجاسوس اللي كان هنا، هذا كان هنا قدمت، اكتشفت جيوش رومانية تعزيزات للهجوم على هذه المنطقة اللي هي ميغنا غريسيا. هذا الشعب طبعا يعني ناوي له شر هنا، ودولة تابعة قاعد يطلع جيش هنا، وممكن يعني يضرب المدينة هذه الدور الجاي لان ما في تعزيز. هذه المدينة لو ضربها بذي بيكون مجنون، اذا اعلن حرب طبعا. في سفينتين هنا تشبه شعار دولتي تبع هذا الشعب الجرماني اللي برسل الجاسوس على مدينته، اللي اعتقد عنده مدينة واحدة فقط، هذه مو بتبعة. واذا قضيت على هذه المدينة بيموت هذا الشعب اللي وراء. القضاء على روما اسهل مما يمكن ان تتصورونه يا حلوين. الحلقة هذه بيكون عندنا اهداف اكيد. الاهداف الاستراتيجية تتمثل في القضاء على هذا الشعب، القضاء على هذه الجزيرة بالكامل، السيطرة عليها يعني، والدفاع في هذه الجهة. ما نبي نهاجم هنا، نبي ندافع، لانه نبي روما يرسل كل الجيوش هنا وندافع، بنفس الوقت نضرب من ورا من هنا ونضرب من الجزر. السفن يسوون شغلهم في البحر. وطبعا شيء رهيب صار الحلقة الماضية، اريفاتشي من الخوف خايف مني دخل معاي في حرب ضد روما ومسيليا، وهذا الشيء ما بدأ بيوفوريا اكثر شيء، هو اعلن حرب على يوفوريا. لو تلاحظون اريفاتشي وهذا ساعدوني الان في الحرب ضد هذول الشعوب. طبعا سمعتي شوي طايحة معاه هو، بس لانه انا هاجمت شعب الطماطم، بس سويت معاهم تحالفات دفاعية. كيف هاجمت شعب الطماطم؟ من خلال الحكيم، ضربت الحكيم حقهم فبطنش الحكيم حقهم وخلاص، ما في شيء هنا يصير. How can I serve Carthage? Get the fortifications ready. هنا باب الكوردر طايح نازل. My lord. طيب. هذه منطقة قروشة بس نشوف كيف نلعبها صح. الشجرة السياسية طبعا ما في أي فرصة للانقلاب، بس في شيء شفته خلف الكواليس قلت خلينا نسويه. عندنا هنا شخصيتين مهمة، نسكار جنرال مشهور و إيشو نزار جنرال مشهور، بس مو بتابعين لأي من الأحزاب السياسية المعروفة، لا هم تبع الحزب السياسي تبعي البرقيين، ولا هم تبع هانويت ولا اللاند أونرز. طيب نتبناهم باختصار، نضغط هذا الزر نتبنى نسكار، نضغط هذا الزر، هذا وش بعد دقيقة بس إيه، ونتبنى إيشو نزار، صاروا تبعنا. أوكي باختصار صاروا تبعنا. كنا نعطيه الحين هذه، اعطيتها انا ولاء للجنود. حلو، هذا بوليتيشن ما داعي نعطيه اي شيء. وبكذا الحياة حلوة، دخل 3900. اعتقد استطيع انهي الدور بدون اي مشاكل، احنا ماشيين على التكنولوجيا هذه. اربع دورين ويصير يزيد الدخل 4%. هذا اخر سفينة لهذا الشعب، اخر وحدة عسكرية هذا الشعب، اذا قضينا عليها يموت هذا الشعب خلاص. ف جايب له سفينة انا ان شاء الله تقضي عليه، ما في اي خطر. اي صح، ماغنا غريسيا اخذناها الحلقة الماضية بالكامل وحدناها، بس ما اعطيناها ادكت، فنقلل مثلا تكلفة البناء
واستخراج جنود والسفن. هذا شيء حلو تتبعه في المناطق الجديدة لين توقف على رجلك، بعدين تغيرها إلى شيء ثاني، مثلا دخل 20% زيادة. وننهي الدور. أشكر متابعتكم يا حلوين. روما طبعا يعزز بقوة، عنده يمكن 6-7 جيوش في إيطاليا، وحنا يعني داخلين إيطاليا بحذر حذر شديد. في واحد أيضا تكلم عن الصعوبة حق اللعبة، ترى اللعبة أعلى صعوبة. وهذا انتحار اللي كنت أقوله أنا، ليش الجيوش تهجم علي كذا هجمات غبية؟ هي مو غبية، هي بائسة أو يائسة، يعني ما عنده حل ثاني يعني. فيكتشف إنه والله في إنه هو في مأزق ولازم يهجم يعني. بس مو يعني إن الصعوبة تكون إيزي، لا الإيزي ما يهجم أصلاً. تلقاه يدور في الخريطة زي الأهبل. هذا سحب كويس إنه يسحب، بس هو مرسل هنا حكيم. ليبيا وأخيرا ليبيا يتحرك. هذا هو الحكيم الحقهم اللي قروشني، ما أدري شي بمني. Faction joins your enemies. كيف يعني؟ ماني فاهم. هذا رجع بحرب ضدي ولا كيف؟ هذا هو كان بينه وبينه سلام صح؟ رجع على الحرب. How can I serve you؟ ما أدري والله. المهم حنا نقايا حكيم هنا، بس خلنا نفهم معليش. ما فهم هذا أعلن حرب يعني ولا إيش؟ إيه أعلن حرب على مين؟ أوكي. My lord, set up the watch. حنا نبي نهيل. حلو. At your service. هذا الحكيم بيفيد الجيش ذا بأي شيء لو حطناه مع الجيش؟ لا ما يصلح للتدريب، خليه هنا بس، خليه في المكان ذا. طيب عندي 11,000. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب نبي فود ولا وش نبي هنا؟ لا الفود هنا زين، ممكن نحط شيء ثاني مثلا. هذا تجارة والله بطل هذه مرة، هذه حق تجارة. هذا ترفع الدخل صح؟ هذه للحين ما يمديني، لازلت ماشي عليها اعتقد. يس طيب. انبال همانز نيم كيل ذم كيل ذم اول. ات از ان اونر دستروي ذم. اي ويل ترافل ماني مايلز فور كارتيج. طيب الغشيم نحاش. طيب How can I serve Carthage? I live to serve the mighty Carthage. طيب خل نركز بس على شوي المباني هذه. ما نبي أي مبنى مستوى الثاني، نبي المستوى الأول، نبي كل شيء مستوى الثاني. طبعا يا هذا يا هذا والله ما أدري. هذا مزرعة بس عشان يزيد الحراس. اوكي في بطل هنا روماني. هذا أعلن حرب علي مرة ثانية، مو مشكلة. At your service, setting forth in the name of Carthage. My work is done. طيب كويس. شوفون الجيوش حق فنتي كلها جاي هنا، 4 جيوش. Valhamon be praised. احنا متأكد بس ما في شيء هنا. Setting forth in the name of Carthage. The way is closed to me. I will come. قللنا مسافة مشيهم. في ضربة حتجي هنا الله يستر. اوكي هذا اعلن عليه حرب مرة ثانية. أمنا بالله. نازع لي هنا بشكل كبير، ما أدري إيش أسوي صراحة. بس هذا ريباتشي موجود، لو طلع انقلابين أو شيء الحياة حلوة.
ايه احنا هنا في البحر العميق. ليش ما ادري والله، بس خلنا نجي هنا. اوكي لا زال هنا ذا. We fight for you, my lord. I live to serve the mighty Carthage. March! Get the stakes up! Ready for battle! Make haste, man! You there! Get to work! How can I serve? Lady Tanit, bless our journey. سوي لهم معسكر. كملت الأحداث هذه. صار عندنا خيانة صدمة. طبعا الجيش هذا متسمم بيه. طيب ready for battle. ماغنا غراسيا فيها. ماغنا غراسيا ايه اوكي. طيب بدي ارفع الدخل اكثر من كذا. How can I be of us? I would travel many miles for Carthage. How can I serve setting forth in the name okay. of Carthage? ما في جيش من فوق. يا حلوة. At your How can I serve Carthage? Baal Hamon be praised. Fleet reporting my lord. حلو. يطلع جنود؟ لا يطلع جنود. None will escape. Let them cower before our might. How can I? None shall pass. Get the blockade set up. To battle. None will escape. Ready for battle. طيب ناخذ المدينة ذي. اوكي at your command. It's a great and glorious thing to fight for our cause. Yes. والله استعجلت بالحصار ده. Blockade! Retreat! Baal Hamon! Ready for... Baal Hamon! Set up a blockade! Blockading! كده الصح. كده الشغل. كذا الشغل ولا بلاش؟ خلاص صار عندي 8000. ايوه خلاص هنا والله. دقيقة 9 دوار. لا ما في امل. اوكي دور واحد. والله ما ادري مبنى ثقافه ولا صناعي ولا ما ادري والله. ولا ذا جروث. جروث هذا رهيب ترى على فكره. هذا مره بطل. ان الثقافه هنا ايفنتشولي بتتغير يعني. جرب المبنى الأزرق. طيب هنا
نستثمر شويه 3 ادوار Wealth, Industrial Buildings ما عندي Industrial Buildings Slaves, Land, Recruit and Cost ما عندي شيء زي كذا زراعة اوكي ما عندي شيء زي كذا أعتقد أفضل شيء هذا أو هذا بس أعتقد هذا أفضل استثمر فيه 3 أدوار ودينا سالب واحد ليش ما ادري موريتانيا مو بلازم اصرف فلوس كلها كيف تفكير نطلع فيه جنود To serve the mighty Carthage. How can I serve Carthage? Baal Hamun be praised. It's a great and glorious thing to fight for our cause. نعم. ليش المبنى هذا مع نفسه at your command I have little gain. حلو. ننهي الدور. وش ذا؟ أولبيا وين هذه؟ آه أوكي هذا قاعد يدافع يعني. أوكي. أحلى له. اقعد بس والله ما تطلع جنود يا ابوي والله نصك عليك صك لين يجي الجيش الثاني بعد واقضي عليك قضاي اوه نسيت احرك لس في سفينه هنا نسيت احركها طيب يلا يلا طيب نهايه الدور بسرعه صراحه المفروض اني انتبهت للاسطول ذاك اوه هذا سحب جيشه غريبه هذه السفينة نسيت أحركها الصغيرة ذي نسينا أحركها هاي بسيطة أمن How can I serve Carthage أو تكتشفونه من هنا إلى بوكا Your orders my lord I would travel many miles نسرقهم طيب وين الجاسوس حقنا؟ How may I serve you? I will call forth. I have done all you asked, my lord. يا كثر الحراس. طيب. لين نطور هذه. تحسين علاقات دبلوماسية مع الشعوب المجاورة. It is an honor to serve you. Population surplus نمو رهيب هنا في المنطقة ذي ما أدري ليش ذا نفس الشيء إيه وين الأسطول؟ ناس مرة زعلانين هنا والله ما أدري أسوي صراحة My lord.
السفينة جاية هنا. The men must rest. Recruiting ships. طيب. أوه. يا سلام تهيل. All beer. Ready for orders. Advance. You have further orders. Forming a blockade. Ready for orders. Baal Hamun be praised. حبيبي والله. ودمرناهم. نقلل تكلفة الجنود. هذا طبعا جنرال. صح ولا ادميرال؟ هذا ادميرال. اوكي طيب. At your command. جيش ذا بطل. Yes. وحدنا المنطقة ذي بالكامل يا حلوين. وطبعا عندي 3600 دخل 4000. والله طيب ما نكسر ذا نخلي ذا ادري والله. طيب دور الجاي نتفاهم معه او يمكن الدور هذا اذا عندي اتيور كمان قدره كافيه. هاو كان اي سيرف كارتيج. ضفنا الميزانيه. فليت ريبورتينج ستادي از وي جو. Waiting for a new course. It is an honor to serve you. هذا صاحب جيش من هنا ما أدري ليش. My lord, ready for orders. Let them cower before our might. None will escape. Ready for orders. النباع اللي حاول يعدي. طيب ناخذ المدينه ذي. طبعا ما نحتاج هذا المبنى اعتقد ولا عندي واحد هنا بتولوسا. الان بعد سيطرتنا على الوضع هنا الجيش هذا اكيد بيهيل نفس الشيء. نستثمر. اوكي نطور هذا الجيش تطويرات عسكرية. هذا الجيش المفروض يطلع فوق ياخذ المدينة اللي فوق هنا. هنا بعل على الأبواب. طيب. What do you wish of me? Treading softly. يا سلام. مدن فاضية. At your service. How can I serve? أسرق الأكل وأسرق الدخل يا حلوة. لكن ما أبغى أحرككم. Your orders. الأسطول البحري. تعال هنا بالله. نشوف كيف المدينة دي. Is there nothing else? At your command. Ready for orders. How can I serve Carthage? I live to serve the mighty Carthage, my lord. Hey.
We fight for you, my lord. Oh, هذا جيش. اوكي. اوكي. والله كان ودي. طيب يلا ما مشكلة. كان ودي طلع وحدة من وحدات هذه البطلة. صدمة مثلا. ما في فلوس. ما في فلوس. عنا بعل يا حلوين. Ready for orders. طيب ما علينا نجيب الجيش ذا هنا. You have further orders. يقطع طريق ويوقف شوي ورا. At your command. Ready for orders. الأوضاع تحت السيطرة. تحت السيطرة. طيب. العلاقات الدبلوماسية السمعة زي الفل. الشعب الله يكفينا شره. ودي أهاجم هذا الشعب. Welcome. We will. إدكت توقع سردينيا. نتوني ما أخذها. ندور. اهلا وسهلا وضربة جديدة. يا هلالة الحراس عندي اكثر من الجيش. رمال الجيش فيه خبرة وانتحار. شوف كل هذا بيروح له. استنبيس. هجمة زي كذا كيف يهجم زي كذا؟ هذا اللي أقصد أنا. الهجمة هذه يا فورين راح بعيد. والله ليتني هجمت عليه أول ما ضيعت الوقت. أوكي قوات الأسبانية تصل إلى الشمال الأوروبي في يعني أيوه يا حلال. والله لهم وجه مرة ذولا. كيف كذا؟ هي عجيب صراحة. طيب نقابلهم. هم هاجموا على واحدة من الجيوش. مو غريبة ما في تعزيزات. توقعت ان اخوياي بيعززولي. ندخل المعركة هذه يا حلوين. Baal Hamon gives us strength. Our spears are yours. Hoplite is ready! Baal Hamon guards us! Spears ready! Hoplites! Spearmen! Missile infantry ready! Defensive position! Cavalry! Awaiting orders! Armored elephants! Melee warriors! Libyan infantry! Hoplites! We stand! We stand here to defend our honor and people! We stand here in sight of our gods and ancestors! We stand here ready, and we shall not be found wanting! If pressed for battle, then we will answer! Time to pick a fight, lads!
أحداث الصدمة وفيلة مرتزقة خيارة. وين من جبنا هذولا؟ Elephants! Riders advance! Come on, elephants! Elephants! ظهرت أول الوحدات. أمون إلفانت. يطلقون الآن أو لا؟ بلهمون غورزس أبلتيس ردي لويال سانز أوف كارثج أور سبيرز أر يورز شوين يطلقون علينا هذول الحين؟ Our general is under attack. Elephants ready for battle. Ready, men. Rebuild infantry. الحين نطربكم. Elephants ready for battle. Balhamun has blessed us. Spears at your command. Elephants. Engage. Warriors ready. Noble horse. Open the Axes. Forward!
نجيب الانفانتري من ورا. Elephant! Engaged! Completeis! Ready! Axes! Ready! Completeis! Spears ready! Axes! Elephant ready for battle! Our fire is true! Fire! ماذا يحدث هنا؟ Ready! You dash! Awaiting order! The enemy general is dead. Libyan infantry! The gods are with us! Upon honor! Libyan infantry! Elephants! At the ready! Engage! Hello. Baal Amun has blessed us! Makako! Elephants at the ready! Baal Hamun gives us strength! Completeis, ready! Orders! We will darken the skies and fire on the enemy! We understand! My lord! Noble horse! Aye! Melee! Fight! Ready! Awaiting orders! Break off! Libyan infantry! Missile infantry ready! Order, our my orders! Feldas! The blues! Rah! Hatch them down! Get! Elephants ready for battle! Swift riders! Elite cavalry! Warriors ready! Charge down! We await your orders! Libyan infantry! Fire attack! Armored elephants! For our lord and master! Elephants ready for battle! Axes! My lord! Our orders! Advance at us! Ride them down! The orders! Cavalry! What are your orders? As you battle command! Battle ready! At the ready! And quickly now! Baal Hamun, keep that strength! Completeis is ready! As you wish! For glory! Missiles at your command! Stop! Amisos! Libyan infantry! Infantry at your command! Completeis! For glory! Our orders! Spears at your command! The gods are with us! وتم الدعس. صارت شيء بسيط 482 اتوقع هذا افضل من نسيوت ريسولف اعتقد يعني. ومسحتهم كلهم ما عدا واحد هرب 1794 1793 حبيبي والله. Waiting for more orders. ما ادري ايش قاعد يسوي مسيليا ولكن ايضا هجمه بائسه ويائسه. كفو كفو مسيلي هاجم والله ماش مسيلي مسيني ومسيليا يا ليل الحكيم. طيب حكيم تصرفه غير حكيم. اقترب خروج مظاهرات هنا حتكون في مظاهرات شكله. لكن at your command forgive me but we cannot at once. هذا الجيش اللي توه شارك في معركة روح روح يا رجال. march destination reached.
Locating! Forming a blockade. Ready for orders. We take this settlement for you, my lord. At your command. Ready for battle. Ready for further orders. ولا أروع ولا أجمل. طبعا هذا الجيش waiting for more orders. انقلابيين انقلابيين انقلابيين. الفود رايح فيها في المكان ذا. طيب يمكن يبيني اسوي شوية تحسينات في بعض الاشياء. مشكلة ذا بابلك اضرب الهبل بعد. لا خلينا هنا شوي. معاي 17000 مليون. باقي مدينة واحدة فيها حديد واعتقد كل شيء تمام ما عدا هذا الشعب. Ready for orders. بالهمون demand sacrifice. Yes. Fleet reporting, my lord. Leave none alive! The sea beckons, my lord. I live to serve the mighty Carthage. كفاكم هربا. كفاكم جبنة. قشطة. طيب يا حلوين. دعسناهم دعسا. قول ذا كبيره شويه كمان زياده. كل دور بحاول اعطيه اللي استطيع. I cannot do as you ask. Lady Tanit, bless our journey. طيب الحين هنا ما في جيوش وهذا فاضي ممكن ادمره. ايه. Fleet set up a blockade. Get the blockade set up. في زيت زيتون هنا. How can I serve Carthage? None will escape. Take this settlement ready for you, my lord. On the move, my lord. Run! My lord. والله ما ادري ثكنة ولا ما ادري والله. ليش لا؟ الفوت ثمانية ليش لا؟ منطقة جديدة. بالهمون بي برايزد. ااا
setting siege to the settlement! We take this settlement for you, my lord! I would travel many miles for Carthage! Let them cower before our might! At your service. Careful, help. We fight for you, my lord. Prepare for battle! Steady as we go. والله راح بعيد. None shall pass. Blockading. كذا الضرب ولا بلاش. معدنتهم صعبة مرة هذه، بس ايش؟ ناخذها بسرعة قبل ما تجي تعجيزات رومانية ثانية ونقضي على الشعب ذا ونفتك. يعني طبعا الجيش ذا بيشارك الدور الجاي في الحصار هذا، يصير ما يقدر يطلع اي شيء. هذا الشيء الوحيد اللي باقي لذا الشعب الفاشل، اللي ممكن Gods of the afterlife, spare my arse. Well, why do you trouble my digestion today? لا كنت بستعبده، بس طبعا لا يا حبيبي. مو مركز زي المستوى الاول، وين خليج الثالث بسرعه. طيب اكشن يا دوري، اكشن يا دوري. كيف الاوضاع هنا؟ من ادوار I live to serve the mighty Carthage. ونطاردهم في البحر. Your next command, my lord. تاج الاسطول البحري ذا بسرعة هنا. كل البحر ذا ما هو بتبعي. تاج اجي هنا بالاسطول ذا بسرعة. كأني شفت حيتان قبل شوي ولا. أذكر هذي شايفها قبل. أهو. اهلا وسهلا، هلا والله بالحوت الازرق. طبعا الجيش ذا يبي يضبط الاوضاع بس بالببليك اوردر لين تضبط. نعم حروب ومشاكل، ضربات عسكريه ورا بعض. ايش ذا؟ سارقين دخله ذا طبعا. How can I be of assistance? اوه في جاسوس هنا، تعال. Setting forth in the name of Carthage. A man has many faces. Bal Hamun be praised. البطل اللي مع الجيش يعطيه خبره تدريب. At your command. وهنا قلين تكلفه تهيل. وهذا جيش صدر بعل، خبرة لكل المجندين الجدد وتقليل تكلفة الجيش. البطل اللي معاه، وهذا مهارات الجنرال نفسه. حبيبي والله سيطرنا على البحر هذا، والضربة القادمة حتكون هنا. نبي البحر الاسطول ذا يدرعم. ناخذ السفينة ذي. My lord.
النبعل على الأبواب، على الأبواب. You have further orders. دورين يا حبيبي. وضعت تحت السيطرة. تحت السيطرة. نين الحلقة. نعطيها نظرة كذا ونشوف هل استطعنا نقضي على مسيرة الدور ذا؟ لا، بس سوينا شيء جديد. أكيد أخذنا الجزر هذه كلها. وهاجمنا هذا الشعب، وحندمر الدور الجاي. حمست لأنه في جيش روماني غبي انتحر، فقلت لين يرسل تعزات يكون ذا اختفى من الخريطة يعني. يا مين، نستخدم قوة المرتزقة ونلحق هذه السفن بهذا الاسطول حق واحد ثاني اسمه صدر بع البعد. الجيش ذا بيكون هنا، نبي يسوي جمب الجزيرة دي. مو بشرط ياخذها، ممكن يحرقها مدمرها المدن اللي هنا. بنشوف كيف الاوضاع، بس هذا الجيش بنخليه الان مبدئيا. هذا جيش اسطول واحد بس، ما بمشي هنا ما بمشي. فاذا مسيل اللي باقي له هذه المدينه اعتقد طلع فيها جنرال وبيطلع فيها مرتزقه، بيصدمني الحين. بنشوف كيف الدور الجاي ايش منازار متوجه لها. والجيوش حقيننا يقولون انه هذه المنطقه كلها فاضيه، ما في جنود ما في شيء، هذه المنطقه كلها فاضيه، كل شيء هنا عند روما. روما تكنيكلي باقي لهم مدينه مدينتين، وروما طبعا واربع مدن، خمسه سته سبعه ثمانيه مدن. وحنا طبعا قصينا لهم ذولا بتطيح قوه روما اكثر يعني. اخذنا زي الزيتون، وهذا كلاين ستيت يعني دوله تابعه لروما، اذا دمرناه يضعف روما اكثر واكثر. نشوف كيف الأوضاع تصير. عندي جيش ثالث لسه بيعزز المعركة هذه. وأنا وافيكم في الحلقة القادمة. مع السلامة.